فليكون الشهم الهباب، وأن يقر عينه بولي عهده رليحة وسره الأمير بوليراتي وكافة الأسرة الملكية العلوية الثالثة. وإنه بالقضية الوحدة الترابية المغربية. إننا كمغاربة أحرار غيورين نعطي التاريخ القاطع بأن المغرب دولة السلم والسلام والأمن والأمان والتعايش والمساواة. وإن المغرب متثبت بصحرائه، وأن المغاربة مستمرون في الدفاع عن القضية الوطنية ويدعمون قرار الحكم الذاتي للسيادة المغربية بروح من الواقع. إن العصابات الانتصارية ومن وراءهم الذين يقومون بالعسكرة في الصحراء المغربية لن يفلحوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ 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 ملقب باسم بسودة. نحن جميعا وطنيين، جميعا في المغرب، جميعا في بلدنا.